منه هنروح للخماسي، لسه جايب سيرته دلوقتي. ملك اسماعيل تحصد برونزيه بطوله المجر الدوليه الخماسي الحديث. بطوله المجر من احد افضل البطولات الكبرى على مستوى هذه اللعبه. ملك اسماعيل لاعبه منتخبنا الوطني الاول للخماسي الحديث فازت بالميداليه البرونزيه في بطوله المجر الدوليه المفتوحه اللي اتلعبت في العاصمه المجريه بودابست في الفتره من 15 لحد 19 فبراير اللي فات. طبعا دي صوره ملك اسماعيل بطلتنا، بطله مصر. فازت بالميداليه دي بعد ما حققت 1413 نقطه، وجت بعد بطل المجر واللي جت في المركز الاول برصيد 1438 نقطه، يعني فرق 25 نقطه بس. وبعدها بطلت بريطانيا واللي حققت 1430 نقطه، يعني الدنيا قريبه قوي. احنا بنتكلم هنا فرق 19 نقطه عن الثاني وفرق 25 نقطه عن الاول، ارقام قريبه جدا. ملك تقدر تعمل حاجه كويسه في اللي جاي ان شاء الله. ترأس البعثة في المجر المهندس عمرو شمس عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث، ومعاه كإداري البعثة هاشم ياسين المدير التنفيذي للاتحاد، ويضم بعثة منتخبنا اللاعبات ملك إسماعيل وهايدي عادل، ومعاهم اللعيبة معتز وائل ومهند شعبان وعمر وائل وسيف البنداري. زي ما قلنا في الخبر قبل كده، دي المفرمة من بطولة لبطولة. اللعيبة تنجح في البطولة دي تجيب ميدالية، البطولة اللي بعديها وتفشل في دي وتنجح في دي وتفشل في دي، ونعلي الكيرف وننزله ونعالج اخطائنا. ده مش هيجي الا بالاحتكاكات، ومش هيجي الا لما تشوف اللعيبه اللي انت بتنافسها في الاولمبيات مره واثنين وثلاثه وتاخد عليهم. انا لما انزل اشوف لعيب، انا بكلمكم بقى بنظره لاعب قبل كده، لما كنت انزل اشوف لعيب اول مره، حتى لو لاعب ده بسمع عنه في المنطقه لعيب محترف ايا كان، بنزل اول ماتش قلقان منه اتجرأ عليه، اروح مديله كتف كده ده عادي جدا اهو، طب ما انا مديله كتف عادي وبيطير، طيب ما افوت منه اكله حته كده واروح طب ما عادي اهو، طب ما هو بني ادم زيه. ببتدي اتجرأ، ابتدي اتجرأ. فانت لو ما كنتش ده بالنسبه للالعاب اللي فيها احتكاك، الالعاب اللي ما فيهاش احتكاك انت بتشوف سرعه اللعيبه في الخماسي، لان انت بتنافس نفسك بنفس الوقت. فالفكره الاحتكاك، الفكره تشوف اللعيبه اللي هتنافسها، والتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، وربنا عمره ما بيضيع مجهود حد. الخماسي الجندي حطينا في ترتيب تاني خالص بعد ميداليته اللي خدها في الاولمبياد، ونفس الكلام الكاراتيه. كل الكلام ده بيفرق معانا، وفي الاخر بيترجم لموقف مصر في الاولمبياد بيكون جيد جدا. وانا زي ما قلت لكم هنغمض ونفتح، هي الاولمبياد جت، احنا 2023، الاولمبياد الجايه 2024. هتقول لي يا كابتن ده الاولمبياد لسه ملعوبه 2021، ما اتاخرت سنه عشان كورونا، وقلنا لكم هنغمض ونفتح. ونفس الكلام انا بقول لكم هنغمض ونفتح لنفسنا في 24، خلاص ده الله، ده الاولمبياد جت، ده احنا ما لحقناش، ده احنا كان اعدادنا ده، يا ده اللي ذاكر ذاكر، فاللي عايز يذاكر يذاكر من دلوقتي.